امرأة بألف رجل بصراحة، امرأة تشرف العائلة الترجية، المرأة اللي شفناها تلم في الدبابز باش تلقى قوت ليلها ولولادها، وحكيت بحب وبشغف على حبها للترجي هذه التونسي، وكيفاش تبعت المباراه امام اسيك ميموزا. كانت عدى تقرير يعني في الحوار التونسي للمراه هذه، ولقات تعاطف من الشعب التونسي بمختلف الوانه بمختلف محبي الفرق، سواء الافريقي ترجي صفاقسي الاتوال، الناس الكل تعاطفت معها، زاروها لاعبين الترجي هذه التونسي وصار تعاطف معها. نسمعوا شنو صار جديد معها. كنا عدينا المرأة اللي كانت تبيع في الدبابز وتكلت على أولادها باللغة بتاعنا وباللهجة بتاعنا، وكان تفاعل كبير، كان ربط مباشر، كان معنا طبعا ياسين مريح في الأسبوع الفارض. اليوم المرأة تغيرت حياتها، كراوا لها دار لمدة طبعا 3 سنوات، طبعا بشقة توظيفها انطلاقا من نهار الأربعاء بالشد خدمة، وجهزوا لها الدار. هذه الدار اللي كراوها لها مجهزة بكل التجهيزات اللازمة لعيش كريم. يعطيهم الصحة أصحاب الخير. ترجي عائلة، ترجي ما تخليش أولادها، ترجي مدرسة. الحمد لله نخدم في شركة عندي، الحمد لله تخدم في شركة دي دي، تخدم خدمة نظيفة وخدمة قارة. نعطي الصحة حمد المد. نحب نقول لهم يرحم والديكم وتحيا ترجي. تحيا ترجي. صلى ديما فرحانين. يعطي صحة حمدي المدب، كي يقف مع العائلة هذه بصراحة تستحق كل خير العائلة هذه. الحمد لله على حب الترجي الرياضي التونسي، يعني قلب كبير حمدي المدب، وكل الترجيين قلبهم كبير، وحتى كان كانت يعني تحب فريق آخر فإنه باش تلقى تعاطف من الترجيين ومن الصفاقسيين ومن الساحل ومن كل فرق تونس. بصراحة الحمد لله احنا كتوانسة نحبوا بعضنا، وكي تتعلق الحكاية بأمور إنسانية كيما هكايا باش تنتفي الألوان باش نكونوا يد واحدة. الحمد لله التوانسة كل قلبهم كبيرة، وبصراحة ما تقاش تونسي ما يحنش على أخوه، سورتو كي تشوف بالطريقة هذه تونسي قلبه رهيف ومحب للخير، تمس يعني في الحالات الإنسانية اللي كيما هكايا. إن شاء الله ربي معاها، وإن شاء الله تتوفق في خدمتها، وإن شاء الله المستقبل ليها ولأولادها يكون زاهر، صورة معبرة، وإن شاء الله ديما يتم تسليط الكاميرا على مثل هذه الحالات. هي صحيح الصدفة خدمتها، ولكن ربي سبحانه كي يخلق رزق الإنسان ما يضيع حتى حد، قد تكون يقف معها. إن شاء الله ما عاش ترجع اللي كانت عليه، وما تتلزش أنها تخدم. صحيح كل خدمة خدمة تشرف، ولكن كي تخدم في ظروف طيبة وظروف تحضلها كرامتها باش تخدم مرتاحة، وباش تعرف كيفاش تربي صغار وتقريهم وتوصلهم كيما تحب هي. برافو لكل من ساهم في إعانة هذه ومعاونة ومد يد المساعدة لهذه العائلة. تحية ترجي الرياضي التونسي، إن شاء الله ديما نشوفوا ترجي تعاون الناس اللي تستحق المساعدة. نعرف ونسمع أنه حمدي المدب يعاون برشا الناس وفي صمت، لكن مثالش كي نحكي ونقوله اللي هو عمل باش يكون اكزامبل للناس الاخرين باش يعملوا كيفه. برافو حمدي المدب، يعطيك الصحة، وان شاء الله القادم خير بالنسبة للعائلة هذه. انا مقالي كنقول لكم هذا مهدي، ايوحييكم الى اللقاء في فيديوهات اخرى. الى اللقاء.